أنا عينيك لمحة يداوي من صروف الدهر جرحا، يسكن خافقا بالشوق مضنا به زند النوى يشتد قدحا. علي أفض من التوفيق رشحا، وهبني من سما الإلهام نفحا، إذا ألهمتني فالشعر وحي، وإلا ارتد منه الحسن قبحا. أبا الهادي إليك القلب يهفو كهفو الطير رفرفة وجنحا، عظيم أنت وصفك جل معانا، من يكبح الألباب كبحا. به الشعراء قد ثملوا ولما يذوقوا من دنان الوصف قدحا، جواد صاغ جودك كل جود، ولولا أنت معنا جودي يمحى. وفي لله وفيت عهدا، ومن ذا مثلكم وفى وضحى. أبي أنت لم ترك لظلم، رفضت الظلم تصريحا ولمحا. ويا دمثا بك الأخلاق لاذت، لتحبيم لدى شفتيك رشحا، بجيم الجود جدت فجل اسم دعاك به إله الخلق مدحا. على باب المراد قرأت مدحي وعيني تسفح العبر. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيبنا وحبيب قلوب المسلمين أجمعين أبي القاسم محمد، وعلى آله الطيبين الطاهرين الهداة المنتجبين، سيما من نتشرف بخدمتهم وخدمة زوارهم في هذه الساعة المباشرة، الإمامين الجوادين الهمامين مفترضي الطاعة علي وعلى جميع من في الكونين. حياكم الله وأهلا ومرحبا بكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سادتي مشاهدي قناة كربلاء الفضائية في كل مكان، الأخوة الأكارم الأخوات الكريمات، وأهنئكم حقيقة وأهنئ العالم الإسلامي أجمع ومرجعنا الأعلى سيد علي السيستاني دام ظله الوارف، ومراجعنا العظام والأمة الإسلامية في كل مكان في مشارق الأرض ومغاربها. وأهنئ جميع شيعة أمير المؤمنين بحلول شهر الخير، شهر المغفرة، شهر الرحمة، شهر الطاعة، شهر القرآن، وشهر الرحمن، شهر الله، شهر رمضان المبارك. أهل الله علينا وعليكم هلاله بالخير واليمن والبركة، ووفقنا الله وإياكم لقيام لياليه وصيامه إن شاء الله تعالى، وقبول أعمالنا واستجابة دعواتنا في هذا الشهر الفضيل. نعم، قد ورد عن أمير المؤمنين أيها الأحبة أنه قال سلام الله تعالى عليه، إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خطبنا ذات يوم فقال: أيها الناس، أنه قد أقبل إليكم شهر الله بالبركة،
والرحمة والمغفرة. شهر هو عند الله من أفضل الشهور، وأيامه من أفضل الأيام، ولياليه من أفضل الليالي، وساعاته من أفضل الساعات. هو شهر دعيتم فيه إلى ضيافة الله عز وجل، وجعلتم فيه من أهل كرامة الله. هذا الشهر أيها الأحبة، وفي هذه الخطبة الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أريد أن أقرأها على مسامعكم، وأبين لكم كيف أن أحد أسباب تسميته بشهر الخير هو ما جاء في خطبة الرسول محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فعلاً إنه شهر الخير، وحقاً إنه الخير بذاته وبعينه. فتنبهوا معي أيها الأحبة ماذا يقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يقول: أنفاسكم فيه تسبيح، أي حتى هذه الأنفاس التي تصعد وتنزل في عملية الشهيق والزفير، هذا بحد ذاته ينال قباله الإنسان أجر عظيم. أيضاً ونومكم فيه عبادة. تصوروا أن حتى نوم الإنسان في ساعات وليالي الشهر الفضيل هي عبادة، أي رحمة هذه. وعملكم فيه مقبول، ودعاؤكم فيه مستجاب. البرنامج كما تعلمون أيها الأحبة أيها الأخوة أيها الأخوات، برنامج الدعاء وبرنامج الزيارة. الدعاء في رحاب الإمامين الجوادين سلام الله تعالى عليهما، من أرض الكاظمية المقدسة، ومن عند باب المراد، باب سيدي ومولاي باب الحوائج موسى بن جعفر، وحفيده باب المراد محمد بن علي الجواد. وفي هذه الليلة، ليلة غرة شهر رمضان المبارك، دعونا نرفع أصوات القلب قبل أصوات أفواهنا بالدعاء، متضرعين إلى الله عز وجل بأن يوفقنا وإياكم لصيام وقيام شهر رمضان بأيامه ولياليه إن شاء الله تعالى، ويجعلنا ممن يتقبل عمله في هذا الشهر الفضيل بحق سيدي ومولاي الإمام موسى بن جعفر سلام الله تعالى عليه. فيكمل الرسول في خطبته ويقول: فاسألوا الله ربكم بنيات صادقة وقلوب طاهرة أن يوفقكم لصيامها. اللهم وفقنا والسادة المشاهدين من الأخوة والأخوات من كبار وصغار إن شاء الله تعالى لصيام شهر رمضان وتلاوة كتابه، فإن الشقي من حرم غفران الله في هذا الشهر العظيم. واذكروا بجوعكم وعطشكم فيه، جوع يوم القيامة وعطشه. بعد بماذا يوصينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وماذا يريد منا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تكون أعمالنا في هذا الشهر؟ ما هي أحب الأعمال إلى الله عز وجل في شهر رمضان؟ يقول: وتصدقوا على فقرائكم ومساكينكم. تصدقوا على فقرائكم ومساكينكم، ووقروا كباركم، وارحموا صغاركم، وصلوا أرحامكم، واحفظوا ألسنتكم، وغضوا عما لا يحل النظر إليه أبصاركم، وعما لا يحل الاستماع إليه أسماعكم، وتحننوا على أيتام الناس يتحننوا على أيتامكم، وتوبوا إلى الله من ذنوبكم، وارفعوا إليه أيديكم بالدعاء في أوقات صلاتكم، فإنها أفضل الساعات، ينظر الله عز وجل فيها بالرحمة إلى عباده، يجيبهم إذا ناجوه، ويلبيهم إذا نادوه، ويعطيهم إذا سألوه، ويستجيب لهم إذا دعوه. هذا مقطع
من خطبة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم في استقبال شهر رمضان المبارك، ونحن في رحاب هذه الروضة المباركة الشريفة، في رحاب الإمامين الجوادين سلام الله تعالى عليهما. وكما تنظرون أيها السادة المشاهدين في هذه الساعة من البث المباشر والذي يأتيكم عبر قناة كربلاء الفضائية، لقطات حية تنقل إليكم لأنظاركم الكريمة من مرقد الإمامين الجوادين، تنقل لكم هذه الصور الجميلة المشرقة بنور الولاية والمحبة في رحاب الإمامين الجوادين. على الموعد معكم في كل أسبوع من كل يوم أربعاء في تمام الساعة 11 مساء في برنامج باب المراد. الآن إن شاء الله تعالى الوقت لكم أيها الأحبة بالاتصال بالبرنامج من خلال الأرقام الظاهرة لكم في أسفل شاشة قناة كربلاء الفضائية، وكما عودتكم في كل يوم من أيام الأسبوع تنقلكم إلى مكان طاهر، مكان تدعون فيه مع الداعين وتضمون دعواتكم مع دعوات الزائرين لهذه المراقد الشريفة. واليوم الأربعاء كما تعرفون هو يوم الإمامين الجوادين سلام الله تعالى عليهما، وعلى بركة الله نبتدئ في البرنامج باستقبال الاتصالات. وأول الاتصال اتصال يأتينا من كربلاء المقدسة، من أرض الفداء والتضحية، من أرض سيدي ومولاي أبي عبد الله الحسين، ليعلو نداءنا مع المتصلة أم شوقي بنية قضاء الحوائج، بنية شفاء المرضى، بنية التوفيق لصيام شهر رمضان. يا باب المراد، يا باب المراد، يا باب المراد. السلام عليكم. وأسعد السلام. الله أيامكم، كل عام وانتم بخير يا أم شوقي. أسعد الله أيامنا وأيامكم بحلول شهر الله رمضان، يتقبل طاعاتكم مقدمة إن شاء الله. إن شاء الله تفضل. على سيعة أمير المؤمنين. السلام عليك يا سيدي يا مولاي يا باب المراد. السلام عليك يا سيدي يا مولاي يا باب المراد. يا باب السلام المراد. عليك يا موسى والجواد. السلام عليك يا موسى بن جحفر. السلام عليك يا أسد بغداد. السلام عليك يا طبيب بغداد. السلام عليك يا سيدي يا مولاي، شاف وعاف كل مريض يا الله. حق شهر رمضان يا المبارك رب. يا رب شافينا وطينا الصحة والعافية وكل احنا مرضى. آمين. وشيعة أمير المؤمنين وجميع المرضى بحق محمد وآل محمد. يا سيدي يا مولاي السلام عليك وعلى ابنك السلام عليك يا باب الحوائج. السلام عليك وعلى بنتك السيدة معصومة عليها السلام، بحق السيدة محصومة عندك يا سيدي، شاف وعاف كل مريض. وأزور صالة عني وعن والدي والد والدي، عن السيد على السلطان والجيش والحشيد والقوات الأمنية والشهداء، وأهديها لزوجي ولأولادي والبناتي ولأخواتي ولجميع من يسمع صوتي. الله يتقبل دعواتكم. ولمس الدار، وأهديها السيد خضير، هذا مريض خطية بالمرض الخطير. الله يمن عليه بالصحة والعافية ويشافيه والشفاء ويشافيه إن شاء الله ويشاف مرضاكم. آمين. آمين. وأهديها لم خالد ولم جاسم ولم نوال ولجميع المرضى. آمين. وأهديها لقناتكم الموقرة. الله يتقبل بالدعاء، ولا تنسونا بالدعاء منا منكم صالح الأعمال إن شاء الله. خدمتكم خدمتكم يعافيك يا أم. أشكرك شكرا شوقي. جزيلا الله أنا ولكم بحق محمد وآل محمد. الله يحفظكم، سلامنا لكم وللعائلة الكريمة يا أم شوقي، والله يتقبل دعواتكم ويهنيكم بهذه الجورة الطيبة حقيقة، جوار الإمام الحسين ريحانة رسول الله وجوار أخيه أبي الفضل العباس. ونسألكم الدعاء للمؤمنين للسادة المشاهدين أولا من الأخوة والأخوات، ومن ثم لخدامكم في برنامج باب المراد. من واسط معنا اتصال الأخت مريم. سلام عليكم يا باب المراد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. متباركين بحلول شهر رمضان يا أخت مريم. يا موسى والجواد رمضان مبارك إن شاء الله علينا وعليكم إن شاء الله تعالى، وأنتم إلى الله أقرب بحق محمد وآل محمد. آمين. ربي تقبل معكم طاعات بحق محمد وآل محمد. صلي على محمد وآل محمد. على محمد وآل محمد. يا باب المراد يا باب المراد. السلام عليك يا سيدي يا مولاي يا أسد بغداد يا موسى بن جحفر ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا زواج الأمة يا شباب الأمة يا محمد الجواد ورحمة الله وبركاته. وعليكم آمين سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار
ولا جعله الله آخر العهد مني. يا سيدي يا مولاي توجهت واستشهدت وتوسلت بكما إلى الله وقدمت ما بين يدي حاجاتي. يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله محمد وعلى محمد. يا نقسم عليك فاطمة وأبيها وبعيها وبنيها بحق المستودع بحق هاي الليلة المباركة. اللهم عدل لي وليك الفرج. اللهم انصر حجنا المقدس. ربي يحفظ السيد علي السيستاني آمين 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 ببركة دعائكم الطيب. محمد وعلى محمد أحسنتم يا لا تنسى أخونا مشتاق من الدعاء والزيارة. إن شاء الله ما ننساكم من الدعاء والزيارة. الدعاء والزيارة الله يتقبل. سجل اسمي إن شاء الله لقضاء الحاج وكل من أوصاني يا رب. أن حاج يوم موسى بن نجاح فرندتها وإن شاء الله ديك بابا وريد جواب بحق محمد وعلي محمد. ان شاء الله على شهر الطاعات رب العالمين يتقبل منكم صالح الاعمال منا ومنكم ان شاء الله تعالى باحسن القبول. بارك الله فيك. ان شاء الله ان شاء الله من الجميع. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام. شكرا لكم يا اخت مريم. انا قايلها سابقا بالحلقات اللي مضت اقول بكلماتكم بسلامكم بالبدايه بسلامكم على الامامين الجوادين والقاكم التحيه انتم بهذه المسافات الشاسعة اللي بينكم وبين مرقد الإمامين الجوادين تسافرون بشوقكم بمحبتكم باشتياقكم لهذا المرقد الشريف باشتياقكم للإمامين الجوادين وتسافرون بكلماتكم من خلال قناة كربلاء الفضائية ومن خلال هذا البرنامج بالتحديد وتسافرون بهذه الكلمات لتطرقوا أبواب الحوائج سيدي مولاي باب الحواج موسى بن جحفر والجواد سلام الله تعالى عليه. إن شاء الله زيارة مقبولة ودعوات مستجابة يا أخت مريم. ونأخذ اتصال من بغداد. أم وسام سلام عليكم يا باب المراد. السلام عليكم يا باب المراد. عليكم السلام المراد. وأسعد الله أيامكم بحلول شهر رمضان يا أم وسام. أيامكم بهذا الشهر المبارك. يتقبل دعواتكم إن شاء الله. يعود علينا وعليكم كل خير. آمين على الأمة الإسلامية إن شاء الله. على الأمة الإسلامية يا الله. على السيد السيستاني بالخير والسلام بارك إن شاء الله. الله يعود علينا وعليكم بالخير والتمام. آمين. السلام عليك يا محمد الجواد. السلام الله عليك يا مولاي بن جحفر. السلام عليك يا ابن المصطفى. السلام عليك يا ابن المصطفى. السلام عليك يا ابن خديجة الكبرى. السلام على ابن الزهرة أم الحسن أم الحسين. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى اولاد الحسين وعلى اصحاب الحسين وعلى ابو الفضل العباس قمر العشيره وعلى زينب الحوراء سلام الله عليهم. سلام الله عليهم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليك يا طبيب بغداد. السلام عليك يا اسد بغداد. شاف كل مريض وتعافينا وشافينا والعافية. الله يمن عليكم بالشفاء العاجل جاه الجوادين ان شاء الله. امين امين يستر علينا وعليكم بالخير والسلام وعلى هاي القناه يحفظكم الله ويستر عليكم. الله يستر عليكم يا ام وسام وعلى عوائلكم واحبائكم. الله يسلمك. سجل رسام ولد وبناتي بالعافيه والستر بالخدمه. السلام اريد بالخدمة. الشفاء اريده يا رب. اريد العلاج من الله ومن موسى بن جحفر يشافينا ويعافينا. الله يشافيك بجاههم ان شاء الله. يحفظك الله يمه ويسلمك يا امي البيت الله كل سنة وكل عام. جزاكم الله ألف خير. ممتن لدعواتكم. آمين. حجة كبيرة لك. يرزقنا وإياكم. يرزقنا وإياكم إن شاء الله. يرزقنا وإياكم. جزاكم الله خير. الله يسلمك يا أم وسام. بالسلامة بالسلامة يا أم وسام. الله يحفظك. الله يحفظك. الله يسلمك يا يمه. الله يبارك بيك وبدعواتك الطيبة. حقيقة أجمل الأدعية التي نسمعها من أفواه زوار الإمامين الجوادين في هذا البرنامج وأنا ممتن حقيقة وأسأل الله عز وجل أن يوفقني لأرد إليكم هذا الجميل بدعوات دائما وأبدا ما دمت حيا وما دمت متشرفا بزيارة الإمامين الجوادين في رحاب موسى والجواد عليهما السلام. من الدجيل تنضم للبرنامج باتصال الأخت آية من الدجيل. السلام عليكم يا باب المراد يا باب المراد يا باب المراد. وعليكم السلام ورحمة الله. حياكم الله يا أخت آية واسعد الله أيامكم بحلول شهر الخير والبركة شهر رمضان. تفضلوا. يا باب المراد اسلم عليك يا باب المراد متباركين بشهر رمضان. الله يبارك لكم إن شاء الله ويتقبل طاعاتكم والغفران. يرحم الله أمواتكم إن شاء الله أعمالكم وقيامكم وصيامكم. السلام عليك يا باب المراد. السلام عليك يا محمد الجواد. السلام عليك يا موسى بن جعفر الكاظم. السلام عليك يا طبيب بغداد. السلام عليك يا أسد بغداد.
السلام على محمد الجواد، السلام على جواد الأمة، السلام عليك يا كاظم الغيظ، السلام عليك أيها المعذب في قعر السجون وظلم المطامير، بالساق المرطوط بحلق القيود والجنازة المنادى عليها بذل الاستخفاف، السلام عليك يا راهب بني هاشم، السلام عليك يا جواد الأمة، السلام عليك يا علي بن موسى الرضا، السلام عليك يا سيدتي يا مولاتي يا فاطمة المعصومة، يا سيدي يا مولاي يا أبا الحسن يا موسى يا بن موسى جعفر، جعفر دخيلك يا باب الحوائج يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا، إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا، يدي يا وجيهاً عند يا الله عند اشفع الله. لنا عند الله يا أبا جعفر يا محمد ابن علي أيها التقي الجواد، يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا، إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا، يا وجيهاً عند الله, يا الله. اشفع لنا عند يا الله. اللهم بحق فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها وبحق السهر المستودع فيها، اللهم عجل لوليك الفرج، اللهم عجل لوليك الفرج، الله يرزقنا وإياكم بركات صاحب مريض. الزمان بحق الجوادين، اللهم اقض حاجة كل محتاج، آمين يا رب، بحق رب الجوادين، بحق أصحاب هذه القباب المنيرة والمنارات الشامخة في الآخرة. يا رب أستاذ مشتاق نسألك الدعاء، خادمكم يا أخت آية خدمتكم، ممكن أسجل نعم عبد الله للشفاء من مرض السكر، وصفة العباس ابن كاظم، وصفة الحسن ابن محمد، وإن شاء الله يا رب قضاء حوائجكم وشفاء مرضاكم ويوفقكم ويديكم على هالخدمة، الله شكرا. يحفظ عوائلكم الكريمة، يسر عليك وعلى أخواتنا الكريمات الطيبات إن شاء الله تعالى، ويسر على نسائنا في كل مكان في أعمالهن في الدراسة في الجامعات في المدارس في كل مكان إن شاء الله تعالى، يزينهن بزينة الستر والعفاف إن شاء الله تعالى في كل مكان في العراق وخارج العراق. حقيقة ندعو لكم جميعا وندعو لشبابنا بالسداد أيضا وبالتوفيق وبالهداية، ولطلاب العلم بالنجاح وإن شاء الله تعالى التوفيق أكثر وأكثر في طلب العلم. شكرا لكم يا آية، والله يتقبل دعواتكم يستجيبها إن شاء الله تعالى ببركة هذه الليلة العظيمة، ليلة شهر رمضان المبارك في أول ليلة، وكذلك في رحاب الإمامين الجوادين بجاههم عند رب العالمين، يتقبل دعواتكم ودعوات السادة المشاهدين أيضا اللي متوجه ويانا الليلة إلى الله عز وجل ومتوسل إلى الله بالإمامين الجوادين، هو يشاهد هذه الحلقة الخاصة بالبرنامج باب المراد. معنا اتصال من واسط الأخت نور، سلام عليكم يا باب المراد. السلام ورحمة الله وبركاته، تقبل الله أعمالكم ومتباركين بحلول شهر الخير شهر رمضان يا أخت نور، تفضلوا. الله يحفظكم إن شاء الله يا باب المراد يا باب المراد يا باب المراد، شهر رمضان مبارك عليكم إن شاء الله، الله يقبلكم من صالح الأعمال محمد وآل محمد، اللهم وفقنا في هذا الشهر الكريم للصيام والقيام وتلاوة القرآن الكريم والطاعة وحفظ اللسان وإطعام الطعام بحق محمد وآل محمد. السلام عليكم يا ولي الله، السلام عليكم يا حجة الله، السلام عليكم يا نور الله في ظلمات الأرض، السلام عليكم يا مولاي يا إمام يا موسى بن جعفر الكاظم يا باب الحوائج وخطبه وبركاته. أخت نور إذا عفوا بس ارفعينا صوتك حتى يكون مسموع بالبرنامج، الله يرضى عنكم. السلام عليكم يا سيدي، بارك الله فيك يا إمام يا موسى بن جعفر الكاظم يا باب الحوائج وخطبه وبركاته. السلام عليك يا سيدي يا مولاي يا إمام يا محمد الجواد يا باب المراد يا شباب العلم ورحمة الله وبركاته، سيدي يا مولاي يا إمام يا موسى بن جعفر يا موسى بن جعفر يا وجيها عند الله، سيدي يا مولاي يا إمام يا محمد الجواد يا وجيها عند الله أشهدنا عند الله، اللهم ارزقنا في الطريق العاجل يا رب سجن وشفاعة إلى فرج حق محمد وآل محمد، آمين آمين آمين. اللهم اجعل جمالنا واجعلنا من أنصار وأعوانه، اللهم اقض حاجة كل محتاج، اللهم اشف كل مريض، لا يشفي والدي حق الوالدين من جوال عليهم، الله يمن عليهم بالصحة والعافية والشفاء إن شاء الله، الله يحفظكم إن شاء الله، قادة قناة كربلاء المقدسة وقادة برنامج يحفظكم يا أخت نور، يتقبل أعمالكم ويستجيب دعواتكم، شكرا لكم، الله يحفظكم في أمان الله وأمان سيدي ومولاي. باب الحوائج موسى بن جعفر سلام الله تعالى عليه. من واسط أيضا الأخت الزهراء، سلام عليكم يا باب المراد. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، كل عام وانتم بخير بحلول شهر المغفرة والطاعة شهر رمضان.
ويتقبل أعمالكم إن شاء الله. رمضان. يبارك بأعماركم ويوفقكم للصيام وقيام إن شاء الله. آمين رب العالمين. يا باب المراد يا باب المراد يا باب المراد. السلام عليك يا موسى بن جعفر، السلام عليك يا أسد بغداد، السلام عليك يا طبيب بغداد، السلام على محمد الجواد، السلام على جوادين للأمة، السلام عليك يا مولاي يا موسى بن جعفر، السلام على علي بن موسى الرضا، السلام على مولاتي فاطمة المعصومة ورحمة الله وبركاته. يا مولاي إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بحاجاتنا يا وجيها عند الله، اشفع لنا عند الله. عند الله إلهي بحق فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها وبحق السر المستودع في فاطمة الزهراء، أنت عجل لولينا الفرج. اللهم آمين. عجل لولينا الفرج. آمين. آمين. اللهم افتح حوائجنا، اللهم شافي مرضانا. آمين. ممكن نسجل الأسماء؟ خدمتكم خدمتكم يا أخي الزهراء. ذكر الأسماء وإحنا بنخدم. نعم علي وسارة. علي وسارة نعم. والدتي بالصحة والعافية يا رب، من عليها وعلى كل أمهاتنا بالشفاء. وآلي وأختي كوثر. نعم بالنجاح. الله يوفقكم. والطفلة زينة. زينة؟ اي. وعلي خالد بالشفاء العاجل، لأن حالته كلش مستعصية إن شاء الله. ما تصعب عند باب الحواج موسى بن جعفر، عند صاحبي هذا الروضة الشريفة المباركة إن شاء الله تعالى. الليلة أنا وأنتم كل السادة المشاهدين اللي اعتادينا على أنه يشاركونا الدعاء أيضا ويا ما يسمعون أصواتكم ويسمعون اتصالاتكم هم يشاهدون البرنامج إن شاء الله تعالى، اعتادينا أنه يضمنون أسماءكم في صلواتهم في دعواتهم. ومثل ما ذكرت الخطبة في بداية البرنامج، خطبة رسول الله، خلي تكون هذه أيام شهر رمضان في صلواتنا في خلواتنا في دعواتنا إن شاء الله تعالى نكثف من الدعاء، فإن الدعاء فيه مستجاب والأعمال فيه مقبولة ببركة هذا الشهر العظيم شهر الله شهر رمضان المبارك. من كربلاء المقدسة نأخذ اتصال الأخ حمزة. سلام عليكم يا باب المراد. عليكم السلام ورحمة الله. حياكم الله وأسعد الله أيامكم بحلول الشهر الفضيل يا أخ حمزة. أسعد الله أيامكم بحلول شهر رمضان شهر الخير. آمين. الله يسعد قلوب المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات كل في كل مكان. وانتم بخير. وانتم بألف خير إن شاء الله. السلام عليكم من جوادين. سلام الله. موسى بن جعفر باب الحوائج والإمام محمد الجواد عليه السلام. السلام على السيدة معصومة فاطمة المعصومة. السلام على الإمام علي بن موسى الرضا. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين وعلى أبو الفضل عباس خمر العشيرة. اللهم ارزقنا زيارته في الدنيا وشفاعته في الآخرة. يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله. يا وجيها. اللهم شافي وعافي كل مريض. آمين. واقضي حاجة كل محتاج. آمين. اللهم عجل ولك الفرج يا الله. يا الله. اللهم ثبتنا على ولاية علي بن أبي طالب أمير المؤمنين. آمين. يا الله. اللهم يقضي حوائجكم ويشافي مرضاكم. عند اسماء ممكن يا تسجل الله التالي. بجاه الجوادين إن شاء الله تقضى كل حوائجكم إن شاء الله يا أخ حمزة. نعم نعم. تفضل اذكر. نعم إكرام. إكرام. نعم. كوثر. كوثر. زهراء. عباس. حسين. نعم. أم منهل وأبو منهل. أم حسن وأبو حسن. شكرا زاد. الله يحفظك يا أخ حمزة ويتقبل أعمالك إن شاء الله تعالى ويستجيب هذه الدعوات ودعوات اللي جالسين أمام شاشة قناة كربلاء ويتابعون البرنامج واللي اعتادوا كل يوم من هذه الأيام يتابعونا. اللي عنده مريض أدعو الله عز وجل وأقسم عليه بحرمة الإمامين الجوادين أن يشافي مرضاكم سيما الراقدين في المستشفيات. وأسألكم الدعاء أيضا لأختي أم يوسف إن شاء الله تعالى ببركة دعواتكم تنال الشفاء العاجل وإن شاء الله يمتح رب العالمين بالصحة والعافية. ولكل الراقدين في المستشفيات في كل مكان من هذه المعمورة وكذلك أصحاب الأمراض المستعصية ما ننساهم. وأذكر أيضا أخصص بالذكر أطفال مرضى التوحد، حقيقة يحتاجون دعواتكم دول. لا حول ولا قوة إلا بالله عز وجل، ونحن أيضا لا حول ولا قوة إلا بالله، ولا نملك لهم غير الدعاء بأن يشافيهم الله عز وجل شفاء عاجلا ببركة ساداتي وأئمتي الإمامين الجوادين موسى بن جعفر الكاظم ومحمد بن علي الجواد. من الموصل معنا اتصال الأخت
فاطمة، السلام عليكم يا باب المراد. السلام عليك يا باب المراد. السلام عليكم السلام عليك. واسعد الله ايامكم بحلول الشهر الفضيل. السلام عليك. السلام عليك يا باب المراد. السلام عليكم ورحمة الله. رمضان كريم علينا وعليكم. شهر رمضان مبارك علينا وعليكم ان شاء الله، وتقبل الله طاعاتكم مقدما بحق الجوادين، والله يقضي حوائجكم ان شاء الله. ان شاء الله عندي حوائج، عندي حوائج هالليلة. نعم يا أخت فاطمة، عندك أسماء دا تحبين تذكريها وإن شاء الله ندعو لكم ونزور لهم نيابة؟ لا ما أقدر أذكر، بس يعني وصي على باب المراد، على موسى الكاظم، حوائجها أختي. نعم بحال زحمة. براحتكم. أطلب من باب الحوائج. الإمامين، الإمامين إن شاء الله تعالى بإذن الله يعلمون ما يجول في خواطركم، وإن شاء الله تعالى يعلمون الحاجة اللي في قلوبكم، وبإذن الله وببركاتهم وبجاههم. نعم ندعو لها بالشفاء إن شاء الله بحق هذه الليلة، بحق شهر رمضان المبارك. الله يبارك لكم إن شاء الله تعالى في هذا الشهر الفضيل. تعجيل الفرج إمام المهدي إن شاء الله. آمين آمين يا رب العالمين. اللهم عجل وليك الفرج يا رب، ببركة دعواتكم الطيبة يا أخت فاطمة، يقضي حوائجكم بجاه الإمامين الجوادين. أطلب منكم زيارة نيابة عن أمي وأختي وأمي إن شاء الله، مثل ما عودناكم في ختام كل حلقة نزور لكم النيابة إن شاء الله تعالى، وسجلنا الأسماء ونضعها في داخل الغرفة. هذا البرنامج لنا الشرف، لنا الشرف، واحنا في خدمتكم انا وزملائي كادر البرنامج، حقيقه في خدمه جميع المحبين والموالين لسيدي ومولاي باب الحوائج موسى بن جعفر والجواد ان شاء الله. اختي امي الله يوفقكم. الله يتقبل، الله يتقبل يا اخت فاطمه خدمتكم. شكرا جزيلا لاتصالكم، والله يرضى عنكم دنيا واخره ويقضي حوائجكم بجاه سيدي ومولاي باب الحوائج موسى بن جعفر وحفيده الجواد، وبجاه محمد وال محمد، وغرة شهر الخير والرحمة والمغفرة شهر رمضان المبارك. بارك الله لنا ولكم فيه وفي لياليه وفي ساعاته وأيامه إن شاء الله تعالى. اتصال من واسط الأخت منار. سلام عليكم يا باب المراد. وعليكم السلام يا باب المراد. مبارك لكم حلول الشهر الفضيل يا أخت منار. السلام عليكم ابن جعفر والجواد. السلام عليكم ونهني الأمة الإسلامية بحلول شهر رمضان المبارك، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. اللهم اجعله شهر رحمة على هذه الأمة. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. الفرج. آمين. وسهل له المخرج. اللهم صل على محمد وآل محمد. يا أبا الحسن يا موسى بن جعفر أيها الكاظم يا ابن رسول الله، يا حجة الله على خلقك، يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا، يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله. يا أبا جعفر يا محمد بن علي أيها التقي الجواد يا ابن رسول الله، يا حجة الله على خلقك، يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا، نلوي لويكم بحق هذا الشهر الكريم، بحق هذا الشهر المبارك. إن شاف بابا وماما الكريم خيمة على راسك، شاف كل مريض. بارك الله بدعائكم الطيب يا أخت منار. حاجة كل محتاج بحق هذه الأيام المبارك. آمين آمين يا رب العالمين. اسم صالح بريسن. نعم. صبرية وإخواني وعنكم رائد وأجون نيابة عن جميع منا ومنات أحيامهم والأموات بسم قناة الله يتقبل. الله يتقبل. بارك الله بكم، شكرا جزيلا لاتصالكم، والله يرضى عنكم إن شاء الله تعالى ويوفقكم ويوفق الجميع لصيام شهر رمضان المبارك بجاه الإمامين الجوادين. من البحرين ويانا أم جاسم. سلام عليكم يا باب المراد. إياكم وإياكم من البحرين. أسعد الله أيامكم وأيام أخواننا وأخواتنا في البحرين يا أم جاسم، يتقبل أعمالكم يا باب المراد. يا باب المراد يا باب الحوائج. أهنيكم بحلول شهر رمضان المعظم. الله يهنيكم بقبول الطاعات إن شاء الله. والمؤمنين. آمين آمين يا رب. والقادر ومقدم البرنامج السلام على الله يتقبل. الله يتقبل. السلام على القمرين المنيرين. السلام عليك يا باب الحوائج. يا باب الحوائج. يا موسى بن جعفر. السلام عليك يا إمامي يا محمد بن علي الجواد يا شباب الأئمة.
السلام عليكم أيها الإمامين الكريمين العابدين الساجدين، أشهد أنكما قد أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وأمرتم بالمعروف ونهيتم عن المنكر، فبارك الله فيكم وجعلنا الله من أتباعكم. آمين آمين يا رب. ونواركم واللائمين ببرائحكم، إحنا جميع المؤمنات والمؤمنين يا وجهين عند الله، اشفع لنا عند الله يا وجهين عند الله، يا وجهين عند الله اشفع لنا عند الله. يا باب الحوائج يا موسى بن جعفر يا إمامي يا محمد بن علي الجواد، السلام على الحجة القائمة بالحسن، اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، محمد وآل محمد. الضريح الطاهر أمام أنظاركم يا أم جاسم، خدمتكم خدمتكم. توصل لفاطمة نعم بالتبتهاج وحورية بالتبتهاج عند الإمامين الجوادين، نعم للصحة والعافية هم المؤمنات المؤمنين، توصل لنا نجات ابتهاج، الله يمن عليهم بالصحة والعافية والشفاء العاجل. آمين آمين آمين. توصل لأميرة بالصحة والعافية يا الله، لنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات إن شاء الله ببركة دعاكم. جاسم حج عبد علي نمازن أبو حج أحمد وحج أحمد وام فاضل وصديقه وكمان محمد وعلي زهر الحوي الله يرحمه الله يرحمه، وحج احمد الحاج امينه الله يرحمه، مريم بنت حج منصور سكينه الله يرحمهم والديهم، الله يرحم الجميع والمؤمنات المؤمنين يا الله. امين امين. بارك الله بكم لذكركم الاموات يا باب المراد يا باب المراد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته، الله يعافيكم الله يبارك فيكم طول اعماركم. شكرا شكرا لك يا ام جاسم، الله يتقبل. شكرا لاتصالكم، الله يرضى عنكم ان شاء الله تعالى ويرحم امواتكم جميعا ويوفق جميع المؤمنين والمؤمنات في مشارق الارض ومغاربها ويشافي ويعافي كل المرضى ان شاء الله تعالى. بارك الله بكم يا ام جاسم، وسلامنا لكل اهلنا واحبتنا في البحرين ولكل اهلنا في الخليج وفي أرض الشام وفي كل بلد يذكر فيه الله عز وجل، وإن شاء الله تعالى توفقون لصيام وقيام شهر رمضان المبارك بجاه الإمامين الجوادين. من بغداد عندنا اتصال، أم أحمد سلام عليكم يا باب المراد. أم أحمد التويانة على الهواء مباشرة في برنامج باب المراد، حياكم الله تفضلوا، صوتكم مسموع إن شاء الله تعالى عند الإمامين وعند المحبين والموالين للإمامين الجوادين سلام الله تعالى عليهم. نأمل أن تعاود الاتصال أم أحمد، فقدت الاتصال أم أحمد إن شاء الله تعالى. معنا بلاسم من الديوانية، سلام عليكم يا باب المراد. السلام عليكم. السلام عليكم يا باب المراد. عليكم السلام. السلام عليكم يا باب المراد. وهنأكم الله بقدوم الشهر الخير. السلام عليك يا علي المسربة. السلام عليك يا محمد الجواد. السلام على فاطمة المخصومة، السلام على الحسن والحسين وعلى علي بن الحسين وأولاد الحسين وأصحاب الحسين، والسلام على أبو الفضل عباس حامد لواء الحسين وقطيع الكثير مكافر الحوراء زينب وساقي عباشة كربلاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أستاذ أحمد أستاذ مساق، ممكن نسجل الأسماء؟ خدمتكم يا أخ بلاسم تفضل. بلاسم نعم اسمك السجل من اول الاتصال. نعم وسام حبيب وباقر جواد مشف هذول، الله يحفظكم الله يحفظكم ان شاء الله تعالى، الله يحفظكم ان شاء الله تعالى. معنا اتصال الاخت زينه من واسط، سلام عليكم يا باب المراد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام، واسعد الله ايامكم بقدوم شهر الخير شهر رمضان المبارك ان شاء الله. السلام عليك يا سيدي ومولاي يا باب المراد، إلهي بحق هذه الليلة، إلهي بحق هذا الشهر الكريم، شاف وعافي كل مريض قضى حاجة كل محتاج، إلهي بحق باب الحوائج موسى بن جعفر شاف أبو حيدر أخي الكريم خالي. حملونا أمانة وإيدك نعم. أمانة لأن نعم. أنا مجربة أمراض موسى بن جعفر ما قصر أبو الجوادين، هنيئا لكم بهذا الاعتقاد. أبو حيدر مريض نعم بالسكر يقصه ومن رجله، وريد الدعاء إليه بالأخص بالبداية، السلام إليه من رحاب الإمامين الجوادين، صعبة أنت وكل من يسمعني إن شاء الله، أريد الدعاء خاص إليه يعني وضع صعب ويكنسون الدعاء من يمكم خادم إن شاء الله. كل الأخوة اللي يسمعونا والأخوات اللي يسمعونك إن شاء الله تعالى
يضمنون اسم أبو حيدر إلهي بحق بالشفاء العاجل في هذه الليالي شهر رمضان أشكرك. في كل يوم وأنتم تفطرون على أول لقمة في مائدة الإفطار وفي السحر إن شاء الله تعالى أدعو لأبو حيدر ولجميع المرضى. والله يا أخي الكريم هو رجل مؤمن وكل سنة يصوم 3 أشهر ولكن السنة المرض شوية معذور هو بعد وإن شاء الله تعالى الأعمال بالنيات والله يتقبل إن شاء الله ويجازي الخير ويشافيه ويوفى لولده بحق آمين. هو مهاب الحوائج آمين 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 بركة باب الحوائج خادم بحقك يا موسى بن نجح ذكري يا زينة الأسماء وإحنا بخدمتكم يا أختنا الكريمة أسراء للقسمة نعم آية ومرتضى للنجاح أم حيدر وأبو حيدر للشفاء الله يمن عليهم بالصحة والعافية عباس للشفاء وأحمد لشراء بيت الشكر الجزيل لكم الشكر الجزيل لكم بحق موسى الجعفر بحق لله. مشي علي السيدة محصومة يقضي حوائجنا وحاجة كل محتاج ويوفقكم فردا فردا بحق موسى بن جعفر آمين آمين شكر الجزيل لا نملك إلا الدعاء ونحن في رحاب الإمامين الجوادين نتوسل إلى الله عز وجل نتضرع إليه بجاه الإمامين الجوادين موسى بن جعفر الكاظم عليه السلام وحفيده الإمام محمد بن علي الجواد أن يشافي مرضاكم أن يعافيهم إن شاء الله تعالى أن يوفقكم لصيام الشهر الكريم أن يرزقكم حج بيت الله الحرام زيارة قبر الرسول محمد صلى الله عليه وآله وسلم زيارة مراقد الأئمة الأطهار في كل مكان إن شاء الله تعالى ولا نعدم ولا نحرم نحن وإياكم هذه النعمة إن شاء الله تعالى من آمر لي عندنا اتصال الأخ أبو عباس السلام عليكم يا باب المراد السلام عليكم أخي الشيخ عليكم السلام يا أبو عباس وأسعد الله أيامك بحلول شهر رمضان المبارك استقبال شهر رمضان المبارك تفضل بالزيارة تفضل بالزيارة يا أبو عباس يا باب المراد يا باب المراد السلام على مدفون بالمدينة المنصور المايد أبو القاسم المصطفى أبو الزهراء محمد اللهم صل على محمد وآل محمد آل بيت طهر من دنس ونفس حتى أعلى الدرجات فإذا ما ذكر في مجلس أرفع أصواتكم الصلوات اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم السلام على مولى الكونين ونور العينين وإمام الثقلين الإمام الحسين عليه السلام وأخي أبو الفضل العباس عليه السلام وأختي زينب الكبرى عليه السلام السلام على الإمام الكاظميين السلام على الإمام العسكريين السلام على أئمة البكاء السلام عليك يا خليفة الله وخليفة آباء المهديين السلام عليك يا وصير الأصيار الماضين السلام عليك يا حفظ أسرار رب العالمين الإمام المهدي عز الله تعالى فرج الشريف أخي مشرف تجي اسمعنا خدمتكم يا أخ أبو عباس تفضل عباس نجاح ابن عباس يا الله الله يفرح قلبك بنجاح ان شاء الله اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد واللهم عجل لوليك الفرج يا رب العالمين بحق ليالي شهر رمضان اللهم ارزقنا الأمان الأمان والعجل لمولانا صاحب العصر والزمان بحق الإمامين الجوادين وبجاههم عند الله يشافي ويعافي مرضاكم ويقضي حوائجكم وييسر أموركم ويرزقنا في بلدنا العراق وفي بلاد المسلمين الأمن والأمان إن شاء الله تعالى من بغداد عندنا اتصال أم عماد سلام عليكم يا باب المراد عليكم السلام يمه ورحمة الله بارك لكم بحلول شهر الخير يا أم عماد ويرزقكم بقضاء حوائجكم وشفاكم آمين. 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 هاي المناسبة العظيمة شهر الله شهر. الله يحيطكم بخيرات شهر رمضان إن شاء الله. اللهم صل على محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك يا سيدي يا مولاي يا باب المراد. السلام عليك يا سيدي مولاي يا موسى بن الجحفر يا قاضي الحاجات. السلام عليك يا طبيب بغداد. السلام عليك وعلى حفيدك محمد الجواد جواد الأئمة. السلام عليك وعلى وحدك الإمام علي بن موسى الرضا شمس الشموس النفوس المدفون في أرضه وبعيد المدى ومنار الهدى الإمام الثامن الضامن ورحمة الله وبركاته السلام عليك وعلى بنتك باب الحوائج قاضية الحاجات فاطمة المحصومة السلام عليكم يا معدن الرسالة ومهبط الوحي طبتم وطابة الأرض الذي فيها اندفنتم وبرأ إلى الله وإليكم من أعدائكم من الأمودين والآخرين سيدي يا مولاي بحق هذا الشهر يا باب الحوائج بحق هذا الشهر العظيم يا باب الحوائج يا موسى بن جعفر وعافي كل الأمة يا الله يا وأنا معك سيدي ومولاي أنت باب الحوائج والنعم متعودة عليكم بس تتوجه تقضون حاجتي شو هسه طالت حاجتي وماكو سيدي ومولاي تعبت ومليت كلش تعبت
أريد الشفاء لكل مريض وأنا معه. عندي باشر يمه مشتاق الله يوفقك. خادمك يا أمي يا أم عماد. تحفيز أحصاب ترجع للأحصاب هاي المرة الرابعة من الآن رمضان تولي وبدت مسيرتي. نسأل الله نسأل الله بهاي الليالي العظيمة وبحق الجوادين إن شاء الله. إي والله أنا أوصل المشاهدين الأخوة والأخوات الدعاء لأمنا أم عماد بالصحة والعافية والشفاء ولولدها عماد. الله يمن عليكم بالصحة والعافية. الله يمن عليكم بالشفاء العاجل إن شاء الله. الله يبعد عنكم كل ألم. يبعد عنكم كل ألم بحق سيد ومولاي أبي عبد الله الحسين. وابنها مريض بالمسجر وتعبان وعندها ابن عنده حاجة هم ومستحصي. يا رب الشفاء العاجل الشفاء العاجل إلك يا أم عماد ولعماد إن شاء الله تعالى. ولكل مرضى المؤمنين والمؤمنات. وأخص بالذكر أخونا وعزيزنا صادق السهيل الدعاء إلى بالشفاء العاجل والدعاء لسيد خضير والدعاء إلى أم عماد وإلى أبو حيدر وكل أرحامنا وأرحامكم وكل الأخوة والأخوات اللي قلدونا وإياكم زيارة والدعاء. نأخذ اتصال أم سيف من الدجيل. السلام عليكم يا باب المراد. السلام عليكم. عليكم السلام ونبارك لكم حلول شهر رمضان يا أم سيف تفضلوا. السلام عليك يا باب الحوائج. يا باب الحوائج يا مسمى نجاح. السلام عليك يا قاضي الحاجات. السلام عليك يا محمد الجواد. اللهم بحق العرش ومن عالاه وبحق الوحي من أوحاه وبحق النبي ومن ناباه وبحق البيت ومن بناه. يا سامع كل صوت يا جامع كل فوج يا الله يا بارئ النفوس بعد الموت يا الله صلى الله على محمد واهل بيته. اللهم صل على محمد واهلنا وجميع المؤمنين والمؤمنات في مشارق الارض ومغاربها. فرجا عاجلا من عندك عاجلا بشهاده لا اله الا الله امين محمد عبده ورسوله آمين. وصلى الله على محمد وآله وعلى ذريته الطيبين الطاهرين آمين. آمين وسلم تسليما كثيرا يا الله. اللهم ربي أدعي بالشفاء إن والأمة محمد إن شاء الله الشفاء العاجل لكل المرضى الحاجات. يا رب بحق باب الحوائج موسى وجواد باب الحوائج. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام والله يتقبل أعمالكم إن شاء الله تعالى بأحسن القبول يا أم سيف ويرضى عنكم بحق سيد ومولاي محمد بن علي الجواد. لدينا أحبة ممن فارقتنا أرواحهم إلى جوار رب كريم وكذلك من الأحياء من لهم الحق علينا بأن ندعو لهم ونخصص لهم من وقت البرنامج أن نتشارك وإياكم الأجر كما اعتدنا واعتدتم وإيانا بهذه الفقرة أن نذكر من يرسل إلينا بطلب أن نذكر اسمه بالدعاء في رحاب الإمامين الجوادين. أسماءكم تدون أو تطبع على هذه الورقة التي ستوضع إن شاء الله تعالى في داخل ضريح الإمامين الجوادين ونتوجه إلى الله عز وجل بذكر الأسماء بنية قضاء حوائجكم والشفاء مرضاكم والرحمة والمغفرة لأمواتكم وأموات المؤمنين والمؤمنات. ندعو إلى المرحوم الحاج حسن والحاجة بدرية والمرحوم عبد والمرحومة دلة بالرحمة والمغفرة وأيضا المرحوم ناظم عبد أبو أحمد بالرحمة والمغفرة ودعائنا لخادم أهل البيت المرحوم عماد التميمي أبو فاطمة والشاعر المرحوم راجح العبادي بالرحمة والمغفرة والمرحوم الشاب سلام المياحي بالرحمة والمغفرة وإلى خادم أهل البيت المرحوم حسين فاضل العتابي والمرحوم فلاح حسن الزيادي بالرحمة والمغفرة وإلى شقيقة الأخ مصطفى الصائغ بالرحمة والمغفرة وكذلك إلى والد خادم أهل البيت الشاعر طلال الطالب الكاظمي بالرحمة والمغفرة ودعائنا للأخ صادق السهيل والأخ علي الساعدي والأخ أحمد عزيز العتابي والسيد عقيل بالشفاء العاجل. دعائنا للأخ السعاد والحاج أبو سولاف وأم سولاف وسولاف وعفاف وأولادها أحمد ورضا وعلاء بقضاء الحاجة. ماريا علي ووالدتها ووالدها من البحرين بالتوفيق والهداية وبلوغ الوصول لزيارة مراقد الأئمة الأطهار سلام الله عليهم. دعانا للمرحومة العلوية سليمة محمد ولذويها بالصبر والسلوان والعلوية خديجة وعائلتها
أم علي وعائلتها، أم عبد الله وغدير وأحمد وفاطمة وزينب ومريم وسارة والعلوية نضال بالشفاء وقضاء الحاجة لهم جميعا إن شاء الله تعالى. دعائنا إلى أبو هاني وأم هاني وزينب ومحمد ورقية وزهرة بقضاء الحاجة والتوفيق بالوصول لمراقد الأئمة سلام الله عليهم. دعائنا للأخ باسم حسن وهاشم زبون بتحقيق نصف دينهم بالزواج إن شاء الله تعالى وبالرزق الحلال. دعائنا للأخ عقيل فرحان وحيدر كاظم ناصر بقضاء الحاجة. الأخ العزيز غيث ووالديه وعائلته وأرحامه بقضاء الحاجة. محمد قصي أبو جنات بقضاء حوائجه والتوفيق. وكذلك الحاج محمد العبيدي بالرحمة والمغفرة لأبيه والتوفيق له في خدمة ضيوف الرحمن وزوار السيدة زينب وزوار سيدي ومولاي علي بن موسى الرضا. وكذلك دعائنا إلى المرحوم خلف كنعان أبو مكي وإلى زوجته المرحومة خديجة وإلى أرحامهم جميعا بالرحمة والمغفرة. ودعائي لزملائي كادر برنامج باب المراد لي ولهم إن شاء الله تعالى التوفيق، ولأختي أم يوسف بالشفاء العاجل، ولوالدتي ولخالتي أم ناجي، ولكل أرحامنا وخدام الإمامين الجوادين، ولكل خدام موسى والجواد في العتبة الكاظمية المقدسة بالتوفيق وقضاء الحوائج. وكذلك التوفيق والسداد لخدام المراقد المقدسة في كربلاء المقدسة والنجف الأشرف وفي سامراء إن شاء الله تعالى. ولزملائي مقدمي برامج الزيارات والدعاء في كربلاء السيد حيدر الخطيب وملا كرار وعلي الكناني وأحمد الفتلاوي وعلي السوداني وكل الخدام إن شاء الله تعالى بالتوفيق والسداد، وأن لا نحرم وإياهم هذه النعمة. الآن أدعوكم أيها الأحبة بأن نتوجه لقراءة زيارة الإمامين الجوادين في ليلة غرة الشهر رمضان المبارك إن شاء الله تعالى. سعينا المولى عز وجل أن يتقبلها منا ومنكم بقضاء الحاجة والشفاء مرضانا ومرضاكم إن شاء الله تعالى. توجهوا معنا. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر. الحمد لله على هدايته لدينه والتوفيق لما دعا إليه من سبيله. اللهم إنك أكرم مقصود وأكرم مأتي، وقد أتيتك متقربا إليك بابني بنتي نبيك صلواتك عليهما وعلى آبائهما الطاهرين وأبنائهما الطيبين. اللهم صل على محمد وآل محمد، ولا تخيب سعي ولا تقطع رجائي، واجعلني عندك وجيها في الدنيا والآخرة يا أرحم الراحمين ومن المقربين. وصل يا ربي على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صلِّ وسلم وبارك على محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين. سادتي أحبتي مشاهدي قناة كربلاء في كل مكان، الأخوة الأكارم الأخوات الكريمات، كان لنا الشرف كل الشرف في خدمتكم وخدمة زوار الإمامين الجوادين في هذه الليلة، حتى نوفق في خدمة الزوار من كل مكان، زوار الإمامين الجوادين وزوار باقي العتبات المقدسة وباقي الأئمة الأطهار سلام الله عليهم في قادم الأيام. تقبلوا منا أجمل وأطيب التحيات ومن زملاء كادر عمل برنامج باب المراد في مكتب بغداد. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أبا الهادي إليك القلب يهفو كهفو الطير رفرفة وجنحا، عظيم أنت وصفك جل معنا، منيع يكبح الألباب كبحا.
به الشعراء قد ثملوا، ولما يذوقوا من دنان الوصف قدحا جواد صاغ جودك كل جود، ولولا أنت معنا جودي يمحى. وفي للإله وفيت عهدا، ومن ذا مثلكم وفى وضحى. أبي أنت لم تركن لظلم، رفضت الظلم تصريحا ولمحا. ويا دمثا بك الأخلاق لاذت، لتحبي من لدى شفتيك رشحا. بجيم الجود جدت فجل اسم دعاك به إله الخلق مدحا.